مظهر آخر من مظاهر الأزمات الاقتصادية يتجلى في إضراب قطاع التمريض الذي ذهب إلى إضراب للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية. احنا بناخذ 35% علاوة فنية، احنا مطلبنا تصير 120%. إضراب أحاطته مخاوف المرضى من تعرضهم لعواقب ليست لهم يد في أسباب الأزمة التي أدت إليها، مخاوف لم تفلح محاولات الممرضين للطمأنة في إزالتها. عنده عملية عيون من بارحية، طبعا حكوا معي بالليل وضروري جدا انك تيجي اليوم عشان عمليته. جهزنا اياه، جهزته هاي قدامكم، في صايم طبعا ونايم من الجوع طبعا، ولحد الان ما في اي قرار اي شيء. اما اصحاب الدعوة للاضراب فيرون في مطالبهم مشروعية دعت اليها الضرورة ويلقون باللوم على ادارة المستشفيات. الاطباء بامر من مدير المستشفى نزلوا إعلان ليست عمليات عمدا متعمدا لحتى يصير هذا الربك بين المواطنين وبين التمريض. ولكن كثيرا من الآراء ترى حرجا في مطالبات العاملين في مجالات العمل الصحي، لأنه نحن ندرك تماما بأن الممرض يجب أن يكون متفرغ للعمل، وإذا أرادت النقابة أن تطالب ببدل تفرغ معنى ذلك بأن أي نقابي أو أي موظف من حقه أن يطالب بعلاوة بدل تفرغ لهذه المهنة. معظم أعضاء نقابة الممرضين نفذوا إضرابهم رغم الاعتراضات، ربما لأن نداء الدافع الاقتصادي كان أقوى. اعتصام ممرضي القطاع العام في الأردن عاد إلى الساحة من جديد، ولكن هذه المرة في ظل صمت حكومي رغم زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المشاركة فيه. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، عمان.